أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مجددا برفقتنا مع قناة الحدث إلى متابعة آخر المستجدات، حيث تجددت الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بإخلاء مناطق شويفات العمروسية والغبيري. نتابع هذه الصور المباشرة للغارات الإسرائيلية المستمرة لا سيما على ضاحية بيروت وعلى منطقة الغبيري الليلكي وبرج البراجني. إذن نتابع مشاهدينا هذه المشاهد التي تصلنا من ضاحية بيروت الجنوبية، حيث تقوم الغارات الإسرائيلية بتكثيف الاستهدافات على هذه المنطقة تحديدا. أيضا منذ قليل كنا نتابع المزيد من الغارات الإسرائيلية ولكن على الجنوب اللبناني، تحديدا على منطقة النبطية التي لم تسلم بشكل مكثف من غارات إسرائيل، من غارات القوات الإسرائيلية. نتابع إذن استمرار هذه الغارات على مختلف المناطق. كنا نتابع منذ قليل تصاعد أعمدة الدخان في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث تم استهدافها من جديد، استهداف هذه المنطقة بالغارات الإسرائيلية وبالصواريخ النوعية، نظرا لحجم الأضرار التي تخلفه هذه الصواريخ. نحن في متابعة لهذه التغطية المفتوحة على بيروت، في متابعة للاستهدافات الإسرائيلية من خلال غاراتها الجوية على مختلف المناطق، على ضاحية بيروت الجنوبية، بالتوازي أيضا على منطقة النبطية. إذن مشاهدينا للتعليق على استمرار هذه الغارات وكل التصريحات التي تخرج بين الفينة والأخرى من إسرائيل حول إمكانية التوصل إلى اتفاق وقف النار، ينضم إلينا من بيروت العميد الركن المتقاعد يعرب صخر، الباحث في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك دوما برفقتنا حضرة العميد. يعني التصعيد، هذا التصعيد المستمر بوتيرة القصف على مختلف المناطق في لبنان في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، عسكريا ما الذي يفهم من كل هذه التطورات التصعيدية من قبل الجانب الإسرائيلي؟ صباح الخير مدام جيزان. يعني بدأنا نلاحظ أن هذا التصعيد الإسرائيلي انتقل من مرحلة الاستهداف الدقيق، حيث نعرف أن إسرائيل لديها بنك معلومات وقاعدة استخبارية مهمة، وعلى أساسها كانت في المرحلة السابقة تقصف على هذه وتستهدف استنادا لهذه المعلومات والبيانات التي لديها. الآن نرى أن قد طورت هذه العمليات، لا تزال عندها بنك أهداف، لكن بدأت في مرحلة الاشتباه لأنها تريد أن توصل الأمر إلى مرحلة الإخضاع. يعني بعدما استهدفت ما استهدفته وضربت ما ضربته وقطعت الأوصال وفرضت الحصار وقطعت خطوط الإمداد واللوجستية عن هذا الحزب، يعني هي بلغت مرحلة الخنق الاقتصادي، وليس فقط الخنق العسكري والعملياتي والميداني، إنما على جميع المستويات. طورته الآن عندما تشتبه بهدف تضربه، وقصدها من وراء ذلك هو الإخضاع التام لفرض الشروط الإسرائيلية. ونعرف كيف كان يتم التداول ب 1701 نسخة 2024، يعني في لبنان يتعاملون بنسخة 2006. إسرائيل الآن طورت الأمر، تريد تطبيق القرار الدولي 1701 بنسخة 2024 وتضيف إليه بندا أساسا
سياسيا طبعا هو هذا مرفوض لأنه يمس بالسيادة اللبنانية، وهي أنها لها الحق أن تكون مراقبة على المراقبين الذين هم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في المنطقة في جنوب لبنان عندما تهدأ أو يحصل وقف إطلاق النار ويتم تطبيق القرار الدولي 1701. فإذا هدى إسرائيل الآن ماضية وبإصرار وبعناد لإخضاع حزب الله أو إخضاع الحكومة اللبنانية كذلك للانصياع لشروطها وفقا للورقة التي فهمنا أن هوكشتين قادم لفرضها على لبنان. لا نعرف إذا كان هذا الشرط الإسرائيلي لا يزال موجودا أم لا، لكن هذه الآن المرحلة الثانية وهي أنا أراها أكثر عنفا سوف تكون وأكثر شمولية. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا حضرة العميد. نشرك معنا من بيروت من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية الزميلة الصحفية في قناة الحدث جوني فخري لتطلعنا على آخر التطورات. جوني الكلام لك، تفضلي. نعم، كانت الضاحية الجنوبية على موعد مع غارتين منذ بعض الوقت غداء على منطقتي الغبيري والعمروسي بالشويفات، وذلك غداء انذار صدر عن الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم باستهداف هاتين المنطقتين. طبعا الغارة الأولى على منطقة الغبيري بدأت بغارة تأكيدية كما قال لنا بعض الخبراء العسكريين، وليس تحذيرية هذا المصطلح يتم استخدامه، وذلك لتحديد الهدف لتأتي بعدها الغارة الأساسية على منطقة الغبيري. وبعد قرابة الربع ساعة كان هناك غارة أيضا تأكيدية على منطقة العمروسي الشويفات، تلتها غارة العنيفة على تلك المنطقة. لا تزال سحب الدخان تتصاعد من الأمكنة التي استهدفت أي الغبيري والعمروسي بالتزامن مع الإطلاق النار الكثيف الذي سمعناه في الضاحية الجنوبية صباحا أي بعد صدور الإنذار، وذلك للطلب من السكان بضرورة الإخلاء. طبعا منطقة الغبيري كما بات معلوما وبحسب الفيديوهات المنتشرة غداة الغارة هي لا تزال مأهولة بالسكان على عكس مناطق أخرى في الضاحية الجنوبية، سكانها بعضهم رفض الإخلاء وبقي في بيوتهم. أيضا منطقة العمروسي الشويفات هي منطقة أيضا إلى حد ما لا تزال مأهولة بالسكان. الطيران المسيل بالرغم من كل هذه الإنذارات بالإخلاء جوني، ما يزال هناك سكان يعني في هذه المناطق؟ نعم، هم يغادرون فقط عندما تصدر الإنذارات ويبدأ معها أطلاق الرصاص بضرورة الإخلاء وما أن تنتهي الغارات حتى يعودون. نتحدث تحديدا عن منطقة الغبيري مثلا، سكانها رفضوا أو ربما لم يتمكنوا لا اقتصاديا ولا حتى ماديا من المغادرة، فضلوا البقاء في منازلهم. أيضا هناك مناطق أخرى في الضاحية مثل منطقة شويفات العمروسية التي صحيح أنها استهدفت في مرة سابقة، ولكن على عكس مناطق في الضاحية الجنوبية ليس هناك قصف مركز عليها. بطبيعة الحال يوم أمس كان يوم عنيف على الضاحية الجنوبية، بدأت الإنذارات منذ ساعات الصباح الأولى، تلتها إنذارات أيضا مساء وفجرا. نتحدث عن قرابة 30 غارة سقطت على الضاحية الجنوبية يوم أمس، توزعت بين مناطق حارة حريك طبيعة الحال أكلت النصيب الأكبر من الغارات، ثم مناطق برج البراجنة أصفير وأيضا الحدث، كلها مناطق والرويس بئر العبد وأيضا الشياح، كلها مناطق استهدفت يوم أمس. تغير توقيت الإنذارات في الضاحية الجنوبية هو أمر لافت، وأيضا ينذر ربما بحسب المراقبين بأنه ربما ضغط بالنار على المفاوضات. نحن اعتدنا أن تأتي الغارات على الضاحية في ساعات المساء أو حتى ساعات الفجر، تغير هذا الأمر مع هذا الأسبوع، باتت الإنذارات تصدر صباحا ربما وبعدها أيضا مساء وأيضا فجرا. نعم، ماذا بالنسبة لحركة المطار؟ يعني هل من معلومات؟
نعم رصدنا أثناء الغارة وتحديدا على منطقة العمروسي الشويفات هبوط طائرة في مطار رفيق الحريري الدولي بالتزامن مع الغارات. هذا أمر بات معتادا في مطار رفيق الحريري الدولي. حركة المطار لناحية هبوط الطائرات وإقلاعها هو أمر بات معتادا بحسب كل المعلومات السياسية وحتى الدبلوماسية، أن مطار رفيق الحريري الدولي حتى الآن هو خارج الاستهدافات على الرغم أنه قريب جدا من منطقة الضاحية. هناك ضمانات دولية أيضا نقلا عن المعلومات المتناقلة في بيروت بتحييده عن الاستهدافات، حتى أن مسار الطائرات هو بعيد عن الاستهدافات في ضاحية بيروت الجنوبية، على الرغم أن يبدو بحسب الصور والفيديوهات تظهر الطائرات وكأنها قريبة من مكان الاستهداف لكنها تسلك مسار آخر بعيد عن الاستهدافات. هناك منطقة في الضاحية استهدفت في أوقات سابقة هي تعتبر الأقرب إلى المطار وهي منطقة الأوزاعي، وبسبب الاستهداف الأسبوع الماضي بعض الشظايا طالت الواجهات في مطار رفيق الحريري الدولي بعد الزجاج الذي انكسر، ولكن لم تتعطل حركة الطيران، لا تزال تسير الطائرات على رغم تراجع في حركة الطيران على عكس الأشهر الماضية عندما كان هناك حركة إجلاء للرعاية، ولكن الآن حركة الطيران أخف من السابق ولكنها لم تتوقف. نعم جوني، نستفيد يعني بما تبقى لنا من وقت معك لنسأل هل هناك من محصلة جديدة بالنسبة لعدد الضحايا، لعدد الجرحى، بالنسبة للنازحين؟ نعم طبعا بالنسبة للضاحية الجنوبية حسب المعلومات لا ضحايا، باعتبار أن الناس يتم تحذيرها قبل فترة ليتم إخلاؤها. أما بالنسبة للضحايا نلاحظ في الفترة الأخيرة توسع في الاستهدافات الإسرائيلية لتطال مناطق كانت تعتبر آمنة مثل منطقة بعل شمي في قضاء علي التي استهدفت منذ يومين. فجر أمس أيضا كان هناك استهداف لشقة سكنية في منطقة عرمون في قضاء علي، وأيضا في منطقة جون بقضاء الشوف. طبعا هذه الاستهدافات رفعت من الأرقام الرسمية لعدد الضحايا، نحن نتحدث عن أكثر من 3000 ضحية موزعين على معظم المناطق في لبنان منذ بدء الاستهدافات. أيضا عدد الجرحى تجاوز 14,000، وطبعا هذه الأرقام مرشحة للارتفاع. أما بالنسبة لأعداد النازحين فهم بطبيعة الحال أكثر من 1,200,000 شخص بحسب الأرقام الرسمية. نتحدث عن قرابة 1,000 مركز إيواء في معظم المناطق اللبنانية، ومعظمهم وصلوا إلى قدرتهم الاستيعابية، وطبعا طائرات المحملة بالمساعدات لا تزال تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي من أجل المساعدة في موضوع النازحين. شكرا لك جوني لكل هذه المعلومات. على كل حال سنبقى في متابعة في حال وجود أي تطورات جديدة أو المزيد من الغارات. نتمنى لكم دوما السلامة، فريق قناة العربية الحدث في كل المناطق اللبنانية. من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية رفقتنا الصحفية في قناة الحدث جوني فخري. والآن عودة مجددا إلى ضيفي الذي يرافقنا من بيروت، حضرة العميد جعرب صخر. إسرائيل تنتقل للمرحلة الثانية، تعمق عملياتها مع استمرار المحاولات الدبلوماسية، وبالتالي ما الهدف من كل هذا التصعيد وما الذي تعنيه بالمرحلة الثانية؟ نعم، المرحلة الثانية بات واضحا أن بقدوم رئيس وزير دفاع جديد كاتس، وهو متشدد وصريح وواضح في أهدافه في الإعلان عن الأهداف الإسرائيلية العسكرية، بات الآن تحضير للموجة الثانية أو الخط الثاني من القرى التي تلي الخط الذي فرضته إسرائيل بعمق ما بين 3 إلى 5 كيلومتر أقصاها في الحد الفاصل في جنوب اللبناني. بدت الآن تريد أن تطور عملياتها إلى القرى الثانية التي تلي هذا الخط، ونعرف أن هذا الخط أصبح دمارا شاملا ومنكوبا وتنعدم فيه كل أسباب الحياة ولمنع السكان من العودة إليها. هذا التطوير على الأرض ميدانيا يرافقه تطوير
كذلك في الاستهداف والقصف الجوي في الضاحية الجنوبية كما نرى، وهي نعم. كانت تستهدف الليل، أصبحت الآن تستهدف ليلا ونهارا وكل يوم بشكل أعنف، ويعني تسارع وتطور في العنف المفرط. وكما قالت المراسلة جوني نعم. الضحايا بلغوا أكثر من 3000، صاروا 3200 نعم. والغارات التحذيرية هي ليست غارة تحذيرية، هذا علينا أن نصححه، تكون مسيرة تضرب هدف للتأكيد عليه، وتأتي القاذفة الإسرائيلية وتقصفه بشكل عنيف. فليس هناك تحذير، هناك تدليل على هدف تنفذه مسيرة ثم تقصفه الطائرة من الجو لتأكيد الهدف. نعم نحن أمام مرحلة ثانية أنا أراها أخطر وأكثر عنفا، ولي كما قلت في حديث الأول السبيل والغاية الإسرائيلية هي إخضاع حزب الله والسلطة اللبنانية للقبول بأقصى الشروط الممكنة في المفاوضات التي قد تسفر أو قد تلي عن حملة النار هذه. يعني كيف نفهم في ظل كل هذه التطورات لا سيما الميدانية، منها هذا الاستهداف الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية بمرحلة جديدة وبعمق أكبر في الأراضي اللبنانية حضرة العميد، يعني يتحدث أوكشتاين بأنه متفائل؟ نعم هو متفائل لأنه أخذ الجواب من السلطة اللبنانية أنها على استعداد للالتزام بتنفيذ القرار الدولي 1971 وتفاصيله وما يتضمنه وما يحتويه بكافة البنود، وحتى القرارات الدولية السابقة 16-80 و15-59 والتي هي من صلب هذا القرار الدولي. هو أخذ التزاما من السلطة من أركان السلطة اللبنانية بذلك، ولكن هو أمام عقبة الشروط الإسرائيلية المستجدة. لكي أجيبك على السؤال أكثر، هذا الاستهداف الذي سألتني عنه وتطور وتوسع، هو خنق اقتصادي وتقطيع الأوصال ومنع خطوط الإمداد واللوجستية عن حزب الله. ونرى كيف تستهدف يوميا في سوريا والقصير وكل الخطوط والممرات والمعابر التي تصل لبنان بسوريا، المعابر الرسمية، والآن تستهدف معابر التهريب، وهناك أكثر من 17-18 معبرا للتهريب كذلك. يعني هناك فوق 20 معبر رسمي وغير رسمي لتهريب السلاح من سوريا إلى حزب الله. وقد قال كاتس الوزير الدفاع الجديد إن تهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا يمس بالأمن القومي الإسرائيلي. يعني بلغ الأمر بدرجة خطورة كبيرة. كلمة مساس بالأمن القومي معناها أن الاستراتيجية الإسرائيلية الأساسية هي قطع الأوصال ومنع الإمداد عن حزب الله بكل السبل تمهيدا لتجريده من السلاح. ونرى كذلك عندما تقصف النبطية وصور وبعلبك والضاحية الجنوبية، يعني هذه المراكز الثقل الاقتصادي والتي يستمد منها حزب الله المدد المالي والاقتصادي والتجاري والاستثمار حتى. فإذا هي تضربه عسكريا واقتصاديا تمهيدا لتقليص قدراته قدر ما أمكن حتى ينصاع لتطبيق القرار الدولي 1701 بنسخته الجديدة وفق الفكرة أو النظرة الإسرائيلية. يعني حضرة العميد، ربما المقارنة لا تصلح بين حماس وحزب الله. حماس يعني لغاية الآن ما زال هناك بين صفوف حماس من يقاتل القوات الإسرائيلية. اليوم هل نحن ذاهبون إلى حرب استنزاف؟ نعم، طويلة الأمد؟ استنزاف لا شك. لا شك هي حرب استنزاف. أولا بالنسبة لحزب الله هو يستنزف وقدراته تتقلص لأنه تحت الحصار ومقطوع عنه كل المدد، ولأن ما يستهلكه لا يستطيع أن يعوضه، ولأن إسرائيل كذلك تستهدف يوميا. فإذا هذا هو تقلص مستمر. المقارنة ما بين حزب الله
وحماس تجوز يعني قليلا، لكن بالنسبة لحماس هناك لا يزال أنفاق وقادة ومعناصر مختبئون، ويشنون عمليات تكتيكية صغيرة لا تقدم ولا تؤخر. وإسرائيل بصدد جر حزب الله إلى هذا المستوى كذلك، حيث لا يعود بإمكانه التأثير العملياتي والاستراتيجي، إنما يقتصر فقط تحصيره إسرائيل برد الفعل التكتيكي كما نرى في الصواريخ الخفيفة، وتمنعه من الاستهدافات بالصواريخ والمسيرات النوعية التي تسبب أذى. وقد رأينا البارحة أن حزب الله لا يزال لديه إمكانيات، والتضاريس في جنوب لبنان غير التضاريس في غزة، وهي معقدة وصعبة وهي لصالح حزب الله نقطة قوة، حيث قدر ما تستهدف إسرائيل لا يزال لديه الإمكانيات كي يؤذي إسرائيل ويؤذيها تقريبا كل يوم. إنما إذا قارنا مستوى الأذى ما بين هنا وهناك نرى هناك فارقا شاسعا، حزب الله يتقلص شيئا فشيئا، وإسرائيل كذلك تستنزف لأن هناك مصروف ذخائر كثير وأسلحة، لكن المدد عند إسرائيل لا ينقطع والمدد عند حزب الله يتقلص. شكرا لك لكل هذه المعلومات وهذه المشاركة معنا من بيروت، العميد الركن المتقاعد يعرب صخر، الباحث في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي، وأيضا الشكر موصول للزميلة جوني فخري. إذا مشاهدينا نحن سنتابع آخر الأخبار، وفي حال تجدد القصف طبعا سنوافيكم أول بأول بكل التطورات. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون إنسانية في لبنان في تقرير له عن مقتل أكثر من 140 عاملا في المجال الصحي في لبنان منذ أكتوبر العام الماضي بسبب تدهور الأوضاع في المنطقة، وحذر التقرير من أن الهجمات المستمرة على المرافق الطبية والموظفين تؤثر بشكل خطير على تقديم الخدمات الصحية اللازمة لإنقاذ حياة الآلاف. اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 6 من لواء جولاني في اشتباكات مع عناصر حزب الله في جنوب لبنان بعد إيقاعهم في كمين نصب لهم. وقالت مصادر الحدث أن الجيش الإسرائيلي ينتقل لتنفيذ المرحلة الثانية من العملية البرية في جنوب لبنان، حيث بدأ بتعميق العملية البرية إلى قرى إضافية في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي مقتل القائد بالجناح العسكري لحركة حماس سعيد نايف في إحدى غاراته على لبنان. وفقا لبيان للجيش الإسرائيلي فقد قضت غاراته أيضا على بركات، وهو أحد عناصر وحدة سلاح الجو التابع لحزب الله اللبناني. الجيش الإسرائيلي أوضح أن غاراته الأخيرة نفذها مركز التحكم التابع لبحريته بالتنسيق مع القيادة الشمالية والقوات الجوية ومديرية المخابرات. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته لن توقف إطلاق النار أو تقدمها في لبنان إلا بعد تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في نزع سلاح حزب الله وإرجاعه إلى شمال الليطاني وتأمين عودة سكان شمال إسرائيل لمنازلهم. لن نقوم بأي وقف لإطلاق النار
لن نتوقف ولن نخفف تقدمنا ولن نسمح بأي ترتيب لا يحقق أهداف الحرب، وهي نزع سلاح حزب الله وإرجاعه إلى ما بعد الليطاني وتهيئة الشروط الحقيقية لعودة سكان الشمال. قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو إن قادة إسرائيل يرددون بشكل متزايد بأنهم سيحتفظون بالقدرة على ضرب لبنان في أي لحظة وغزوه ضمن شروط التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله. وفي نفس السياق ذكر عدد من الدبلوماسيين لرويترز أنه سيكون من المستحيل تقريبا إقناع حزب الله أو لبنان بقبول أي مقترح يتضمن هذا المطلب. وفي حديث لقناة الحدث قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن موقف فرنسا واضح ويطالب بوقف إطلاق النار السريع وبعودة المدنيين إلى ديارهم. نجري مع إسرائيل حوارا صريحا وأطلعناها بوضوح على كل مواقفنا إزاء ما يجري في غزة ولبنان والوضع الإقليمي. بالنسبة لنا توجد ضرورة ملحة في لبنان لوقف إطلاق نار يسمح بعودة المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين إلى ديارهم ضمن احترام سيادة لبنان. وفي غزة ندعو لاحترام وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن للتمكن من إرساء حل سياسي يضمن الهدوء والاستقرار في المنطقة. على صعيد آخر أرسلنا إلى لبنان شحنة أولى من 30 طنا من المساعدات، وستغادر شحنة ثانية من 40 طنا خلال أيام، وستتبعها الثالثة لاحقا. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل تعد خطة لوقف إطلاق النار في لبنان كهدية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وأوضحت نقلا عن مسؤول إسرائيلي أنه سيكون هناك تفاهم حول لبنان في شهر يناير المقبل يهدف إلى تحقيق فوز مبكر في السياسة الخارجية لترامب. وفي حين قال المسؤول بوجود اقتراح إسرائيلي لوقف إطلاق النار يتضمن تعاونا غربيا وروسيا، أوضح مسؤول عسكري إسرائيلي أنه يجري أيضا وضع خطط لتكثيف العمليات البرية بلبنان في حال انهارت المحادثات. ووفق من تحدثت إليهم الصحيفة فإن نتنياهو قد يكون يهدف إلى التوصل إلى اتفاق مؤقت مع بقاء بايدن في منصبه تاركا التسوية النهائية لترامب. هذا وكشفت الصحيفة أن الخطوط العريضة للاتفاق الذي يتبلور الآن تتماشى مع رغبة ترامب المعلنة في وضع حد للحرب الإسرائيلية متعددة الجبهات، لكن الخطة لم تعرض بعد بشكل رسمي على حزب الله. هذا واحد من 3 منازل يقطنها نازحون استهدفتها إسرائيل خلال أقل من 24 ساعة. عائلة مصطفى مرتضى تسكن هنا في العبادية منذ 10 أعوام. شقيقته لجأت إليه مع توسع رقعة الحرب، ولكن مع وصول زوجها أمس تم استهداف سيارته. 8 أشخاص بينهم 6 ضحايا من الأطفال والنساء قتلوا هنا، فيما البحث جار عن طفل وعاملة أجنبية. هذه ليست المرة الأولى التي يصل فيها زوج شقيقة مرتضى لزيارة عائلته، لكن بين القتلى رجل ثان. قال شهود عيان إنه وصل في السيارة المستهدفة ولا يعلم السكان هنا هويته حتى الآن. بالنهاية هودي أهلنا وما فينا نتخلى عنهم، جايين من هالقصف المجرم الإسرائيلي، فنحن عم نستضيفهم لأنه هذا واجبنا نستضيفهم. منا على الكل، على كل المسؤولين أو كل القيادات اللي بتعرف حالها هي مستهدفة إنها تخفف زياراتها وما تروح على أماكن الساكنة اللي فيها نازحين أو الأماكن اللي فيها عائلات. يعني اليوم نحن مبارح ما كنا نحن بغينا من استشهاد 7-8 أشخاص، وإذا بتلاحظي كلهم أطفال ونسوان. فهون بيصير في مسؤولية على القيادات إن تتحمل المسؤولية وتبعد الخطر عن أهلهم وعن المستضيفين. إلى جانب التصعيد الميداني يستمر الحراك السياسي الذي لم يهدأ منذ بدء الحرب. آخر الزائرين وزير خارجية مصر دكتور بدر عبد العاطي الذي أكد أن الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار، نار تمددت بشكل متسارع خلال الأيام الأخيرة في مشهد يصفه البعض بالمفاوضات تحت النار. الصلاة شبه يومية
مع الولايات المتحدة، مع الوزير خارجية فرنسا، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مع الوزير الروسي لافروف، مع أشقائنا العرب. الهدف الأساسي هو الوقف الفوري لهذا العدوان. خلف غروب ضاحية بيروت الجنوبية ترقب لليل عادة ما يخترق سكونه الغارات الحربية، بعد نهار تدميري رصد خلاله انهيار لأبنية في حارة حريك والغبيري وبئر العبد، منازل بات المئات من سكانها بلا مأوى يعودون إليه بعد نهاية الحرب. من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية غنوة يتيم الحدث. مهجر يعني من الخيم، بيتي مهدم بالخيم، وهون ضرب كمان بحارة حريك، كمان البيت تصدع كله، هي بيتين صاروا يعني. نحن قاعدين هون ناكل حاج، جينا غصب عنا من الضرب الهريبي يعني. عرفت شو؟ بس ما فيش هالإعاني يعني المال. هلا بيقولوا لك بدي أعطيك $100 ما بعرف شو. شوي راح وإجوا وزعوا مرتين بيقولوا لك اسمك مش جاي. طيب شو معقولة هذه يعني؟ عم نروح بدنا نجيب الدواء هون، لك لزقة تبعت الدواء ما عندناش. شو ما عندن لزقة الدواء؟ لزقة. أنا نزحت أبو الضحى. جينا لهون. جميع أمور باللي الله قدرنا عليه، بس نحن المطلوب منا من الدولة والمسؤولين بالدولة قلنا بس يطلعوا بهالناس، طلعوا بهالبشر. في عالم ما معها تجيب أدوية، في عالم مش قادرة تروح على الحكيم لتتحكم. هلا في الحين مستوصف هون، طيب المستوصف هون في أدوية ولا قادر تجيبها أنت؟ ما عندهم إياها، بس روح تجيبها عندك من $10 أنت وطالع. بالنسبة لوضعي أنا الخاص يعني، أنا هودي ما بفيق لي عليها، عيني ما بتوصف فيها. طيب أنا لمين بدي ناشي؟ ما لي إلى الدولة، والدولة وين هي؟ الدولة مش عم تسأل عن حدا ولا عم يطلعوا بحدا. تميت عم بطلب دواء ضغط، بقولي لي ما في، صرت لي شهر بلا دواء. وضع الصحي مش مرتاح ابدا نهائي، وحتى يمكن قالوا مصاري ما عم نشوف شيء، يعني وضعنا سيء جدا، كل الناس هين يعني. بعد على كل شيء الحمد لله. هي بنيت الشق الحمد لله على كل شيء. هي بني بشرح أكون ضاربين. محمود الحمد لله على كل شيء الحمد لله.
قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة حصلت على تعهدات جديدة من إسرائيل خلال اليومين الماضيين بشأن الوضع في غزة. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن الولايات المتحدة تريد أن ترى تلك التعهدات تنفذ لمواصلة العمل على قضايا منها المساعدات الإنسانية وضمان الدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية والعمل على جهود وقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة أو التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان. وفي أول زيارة له في السعودية أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر للحدث أن بلاده تشدد دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة مشددا على أهمية حل الدولتين للطرفين. فالكونر أكد على أن السلطة الفلسطينية هي من يجب عليها أن تحكم غزة بعد الحرب. منذ انضمامنا إلى الحكومة في شهر يوليو ونحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. نعتقد أن حل الدولتين أمر في غاية الأهمية، وندعو جميع الأطراف الإسرائيليين والفلسطينيين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مستقبل آمن وفقا لحل الدولتين، وهذا ما نود أن نراه. نريد أن نرى نهاية لحرب غزة وما سيأتي بعدها. يجب أن تكون غزة تحت حكم السلطة الفلسطينية، ومن المهم أن يكون ذلك بمثابة حجر الأساس نحو إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين. ستبذل المملكة المتحدة كل الجهود لتحقيق هذا الهدف. قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاغيني إن الوكالة تمر بأسوأ فترة منذ تأسيسها وتتعرض لحملة إعلامية شرسة. نحن نمر بأسوأ لحظة في تاريخ الوكالة، حيث قتل حتى اليوم 243 موظفا. هناك حملة شديدة وعدوانية من التضليل الإعلامي بهدف تقويض شرعية الوكالة. وآخر التطورات كانت اعتماد مشروع قانون الكنيست. الأونروا هي إحدى ضحايا هذه الحرب، أنية في تقويض الوكالة دوافعها سياسية ولا علاقة لها بانتهاكات الحياد. أفادت منظمة Human Rights Watch بوجود أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري التي قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يرقى إلى جرائم حرب. المنظمة وفي تقرير لها رأت أن تصرفات إسرائيل تبدو وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها. نقلت وكالة رويترز عن 4 دبلوماسيين أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيبي بوريل اقترح أن يعلق الاتحاد الحوار السياسي مع إسرائيل، مرجحا اقتراحه هذا ومرجعا إياه إلى تورطها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في حرب غزة. وفي رسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد أشار بوريل إلى وجود مخاوف جدية حول تلك الانتهاكات، وفي حين قال أحد الدبلوماسيين إن اقتراح بوريل يعكس قلقا إزاء سلوك إسرائيل. واعتبر دبلوماسي آخر أن تصرفات بوريل جعلت الاتحاد الأوروبي أكثر انقساما من أي وقت مضى. وسيتم مناقشة اقتراح بوريل في اجتماع وزراء الخارجية، وهو آخر اجتماع يترأسه بوريل قبل انتهاء فترة ولايته التي امتدت لخمس سنوات. شكلت تبة النويري غرب مخيم النصيرات في قطاع غزة مصدر رعب للسكان والنازحين رغم تواجدها في منطقة آمنة بسبب مواصلة القصف المدفعي الإسرائيلي واستهداف المنازل بشكل يومي وتوغل الدبابات بسبب توسيع الجيش لمحور نيتسان. أتواجد الآن في منطقة تبت النويري، هذه المنطقة الواقعة غرب مخيم النصيرات وعلى بعد أمتار قليلة من جسر وادي غزة. هذا الجسر الذي اعتبره الجيش الإسرائيلي بداية انطلاق المنطقة الإنسانية الآمنة وصولا إلى منطقة مواصي مدينة خان يونس، ولكن الأمان غاب عن هذه المنطقة على مدار الأسابيع القليلة الماضية مع تكثيف الجيش الإسرائيلي ضربات وغارات على هذه المنطقة وعلى منازل المدنيين. في هذه المنطقة يوجد آلاف الخيام
القيام من العائلات النازحة، ولكن الجيش بات يتعمد إطلاق قذائف مدفعية بشكل عشوائي مع قصف مركز على منازل مدنيين، وهذا أجبر السكان في هذه المنطقة على النزوح والهروب باتجاه مناطق أكثر أمانا في ظل توسع الجيش الإسرائيلي وتعميق محور نتسريم إلى ما يقارب من 7 كيلومترات وصولا إلى منطقة جسر وادي غزة. وهنا السكان بدأوا بالنزوح والهروب من هذه المنطقة بعد توغل الدبابات الإسرائيلية صباح يوم أمس باتجاه هذه المنطقة وقصف المنازل ومحاصرة السكان هنا المتواجدين في هذه المنطقة، وبالتالي باتوا الآن يعملوا على نقل أغراضهم الشخصية من المنازل. فجأة ضربوا الدور، وقعوا الدار الجبنة ودار تانية فيش فيها أي مسلح، ضربوها. وبعد 9 الصبح لقينا الدبابات في الحارة، لا قالوا لنا اخلوا، مع أنه قالوا لنا منطقة جنوب الوادي منطقة إنسانية، لكن للأسف لا قالوا لنا اخلوا ولا عاد، ضربوا طيران، دبابات، جرافات. يعني هذا الشارع الآن، في نهاية هذا الشارع يوجد الدبابات الإسرائيلية مطلة على منطقة جسر وادي غزة ومنطقة تبت لنويري. الآن بعد تعميق منطقة محور نتسريم باتت الدبابات الإسرائيلية تقصف الطوابق العليا من المنازل على اعتبار أنها تكشف تحركات الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، والآن باتت هذه الدبابات تقصف بشكل عشوائي يوميا بالمدفعية الإسرائيلية كل السكان في هذه المنطقة، وهذا دفع السكان على النزوح الآن باتجاه المناطق الغربية من مدينة دير بلح وباتجاه منطقة مواصي خان يونس. هذا أيضا بالتزامن مع إطلاق النار من الزوارق الإسرائيلية على كل السكان في هذه المنطقة، حتى أصبحت تبت لنويري منطقة خطيرة بدون إعلان الجيش الإسرائيلي للسكان لإجبارهم على النزوح باتجاه مناطق أخرى. أسامة الكحلوت لقناتي العربية والحدث من تبت لنويري غرب مخيم النصيرات. قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم طرق التهريب من سوريا إلى لبنان، تلك التي تستخدم في تهريب الأسلحة إلى حزب الله، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع غارات إسرائيلية على حواجز للفرقة الرابعة في مدينة القصير بمحافظة حمص السورية. وقال المرصد للحدث أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت حاجزي الضبعة والمشتل بريف حمص. وأضاف المرصد أن غارات إسرائيلية ضربت جسر الدف وجسر العدار في ريف القصير قرب الحدود السورية اللبنانية، في حين أكد المرصد أنه لا معلومات عن خسائر بشرية جراء الغارات الإسرائيلية حتى اللحظة. نتحدث عن 4 استهدافات على الأقل حتى اللحظة هي المؤكدة، حاجز للفرقة الرابعة في منطقة القصير، بالإضافة لعدة في الجسر أيضا في قرية بريف القصير، وأيضا بعض الطرق الترابية التي تصل إلى الحدود السورية اللبنانية. أي أنها عدة استهدافات إسرائيلية، على ما يبدو بأن الاستهدافات الإسرائيلية الآن باتت تتنقل باتجاه الأراضي السورية وليست فقط عند الحدود السورية اللبنانية، أي أنه بعمق الأراضي السورية بما تعرف بالحديقة الخلفية لحزب الله وهي منطقة القصير. والاستهدافات جاءت إلى ما بعد القصير، أي استهداف كل من يصل إلى القصير من حمص وريف حمص الجنوبي. نشر الجيش الأمريكي لقطات تظهر ضربة بمسيرة على ما وصفه بأنه منصة إطلاق صواريخ متحركة موضوعة على ظهر شاحنة تابعة للحوثيين في اليمن. تقترب الحكومة العراقية من وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان في 20 من الشهر الجاري، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود. بعد طول انتظار، العراق على موعد مع إجراء التعداد السكاني في 20 من الشهر الجاري، حيث أعلنت وزارة التخطيط أنها أكملت كافة استعداداتها لإجرائه في الموعد المحدد من دون أي تأجيل. حقيقة كل المشكلات التي طرحت تم معالجتها فنيا بإجراءاتنا الفنية التي قامت بها الإحصاء، وأيضا بقرارات صدرت مجلس الوزراء، وكانت هناك استجابة لهذه القرارات وتم معالجة المشكلات، وبالتالي التعداد سينفذ في موعده من دون تأجيل. عملية التعداد السكاني وزارة الداخلية العراقية قالت إنها ستفرض حظرا للتجول لمدة 2 يوم في كافة أنحاء البلاد لإجراء التعداد السكاني، لكنه لن يشمل الحركة الجوية والتبادل التجاري. هكذا تجري الاستعدادات في بغداد لإجراء التعداد السكاني، وهكذا بدت المواقف المؤيدة لذلك سياسيا وشعبيا.
أما بالنسبة لإقليم كردستان فالزميل أحمد من سيطلعنا على المشهد من هناك. رغم الموقف الكردي الرسمي المؤيد لإجراء التعداد السكاني، إلا أن بعض الفعاليات السياسية أبدت قلقها من إجراء التعداد السكاني على اعتبار أن إجراءه سيتم اليوم بعد أن شهدت المحافظة تغييرا ديموغرافيا لصالح العرب على حساب الكرد وحتى التركمان خلال حقبة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. هذا ما عبر عنه رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان فهمي برهان، والذي دعا إلى تأجيل عملية التعداد السكاني في تلك المناطق إلى حين تطبيق المادة 140 التي تعالج هذا الخلل. لسنا ضد التعداد السكاني ونعتبره ضروريا خاصة في محافظات إقليم كردستان الأربع، لكن بما أن مشاكل المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم لم تحل بعد، نود تأجيل العملية لحين تنفيذ المادة 140 أو ضمان وضع سياسي أفضل لهذه المناطق. وهناك أكثر من 200 ألف عائلة كردية من سكان كركوك غادرت المحافظة ضمن عمليات التعريب. وتمتد هذه المناطق على طول الشريط الحدود المتاخم لإقليم كردستان، وتضم محافظة كركوك ومناطق سهل نينوى شرقي الموصل، بالإضافة إلى مدينة سنجار أقصى غرب الموصل، وكذلك مدينة خانقين ومناطقها المحيطة في الجزء الشرقي من محافظة ديالى. ويأتي طلب تأجيل التعداد السكاني في ضوء المطالبة بتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي، والتي لا تزال معطلة حتى الآن، والمتعلقة بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد. من أربيل، أحمد الحمداني، الحدث. نفى وزير الدفاع التركي يشار جولر أي نية لاستجابة بلاده لمطالب دمشق الرامية لسحب القوات التركية من سوريا، مشيرا إلى ضرورة إعادة ترتيب الأوضاع الميدانية بما يضمن تواجدا لمعارضي دمشق في مستقبل سوريا، وسط دعوات مستمرة من دمشق لتطبيع العلاقات بشروط محددة. الجيش التركي لن ينسحب من سوريا، وهناك شروط لهذا الانسحاب مستقبلا. تصريح لوزير الدفاع التركي يشار جولر ردا على دعوات دمشق المتكررة لسحب القوات التركية بشكل فوري كشرط لبدء عملية تطبيع العلاقات بين البلدين. الموقف التركي لم يقف هنا، بل تطرق إلى ضرورة وجود قوات المعارضة السورية ضمن قوام الجيش السوري ومستقبل سوريا. طبعا أنقرة تقصد هنا الفصائل التي تدعمها في شمال سوريا وتوجد ضمن مناطق سيطرة الجيش التركي التي تسميها تركيا بأسماء العمليات العسكرية التي شنها الجيش التركي ضد المسلحين الأكراد كدرع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام. الوزير التركي قال إن الأسد لا يملك السيطرة على مناطق المعارضة شمال سوريا، وسكان هذه المناطق هم جزء من مستقبل الدولة السورية. وفيما يتعلق بلقاء الأسد وإردوغان ودعوة الرئيس التركي المتكررة للقاء الأسد، قال جولار إنه يجب على الجانب الآخر أي الأسد تقدير الدعوة التركية للقائه واستغلال الفرصة لإنقاذ بلده الممزق. تعيش العاصمة الفرنسية باريس ترقبا حذرا مع استضافتها مساء اليوم مباراة لكرة القدم بين المنتخبين الفرنسي والإسرائيلي. هذه المباراة التي تجري وسط حراسة أمنية غير مسبوقة لحدث رياضي من هذا النوع، سبقتها تظاهرات منددة باستضافتها وبالسماح لحفل جمع تبرعات للجيش الإسرائيلي أقيم عشية المباراة. آلاف الفرنسيين يجوبون شوارع العاصمة احتجاجا على استضافة باريس لحدثين، حفل لجمع تبرعات للجيش الإسرائيلي ومباراة لكرة القدم بين المنتخب الفرنسي ونظيره الإسرائيلي. الحدثان توليهما السلطات الفرنسية انتباها خاصا، فحفل دعم الجيش الإسرائيلي يجري في مكان سري وتنظمه جماعة إسرائيل إلى الأبد،
وهي تعرف عن نفسها في هذا الملصق الترويجي للحفل بأنها تجمع للصهاينة الإسرائيليين الفرنسيين في خدمة ودعم وقوة وتاريخ إسرائيل. هذا التجمع الذي دعي إليه وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسليئيل سموتريتش استنفر عشرات الجمعيات الحقوقية الفرنسية التي اجتمعت لرفع دعوى ضده، ما دفعه لإلغاء حضوره خوفاً من اعتقاله فور وصوله إلى باريس. لكن يبقى الحدث الأكثر ترقباً هو مباراة فرنسا ضد إسرائيل، حيث يكشف عدد البطاقات التي بيعت لها وهي لم تتجاوز 20,000 في ملعب يتسع إلى 80,000 متفرج عن مقاطعة شعبية واسعة. هذه المقاطعة سيطغى عليها الحضور الأمني المكثف ب4,000 شرطي لتأمين المباراة، في حين سيحضر الرئيس ماكرون شخصيا في المدرجات كمشجع برفقة الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند. أما هؤلاء فسيتظاهرون خارج الملعب للتنديد بما يقولون أنه تصفيق رئيس الجمهورية للاعبي منتخب يمثل حكومة ترتكب المجازر في غزة وفي لبنان. فادي الدهوك لقناتي العربية والحدث، باريس. بهذا نصل بكم إلى ختام هذه الجولة. ترقبوا المزيد برفقتنا مع استوديو الحدث برفقة الزميلة تهاني الجهني. تابعوا دائما قناة الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر موقعنا الإلكتروني الحدث.net. دمتم بخير. طلع نزل سنا وين على كل شيء الحمد لله هي بني الشق الحمد لله على كل شيء هي بني بشرح اكون ضربي محمود الحمد لله على كل شيء. Thank you.